ماذا يحدث في الصين؟ لماذا كل هذا التهويل وهذا الخوف الذي ينعكس على حياتنا اليومية؟ أنا واثق أننا نعيش أحداث نهاية العالم لأن معظم العلامات الصغرى التي أنبأ عنها النبي عليه الصلاة والسلام ظهرت إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين الصين تقتل كل عام 13 مليون نفس 13 مليون من الانفس الاجنه قتل الاجنه في الصين شيء مرعب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاحبه ماذا يحدث في الصين؟ لماذا كل هذا التهويل وهذا الخوف الذي ينعكس على حياتنا اليوميه؟ حقيقه ايها الاحبه قبل سنوات جاءنا من الصين وباء غزا العالم وتقريبا سبب خسائر بالتريليونات الدولارات جاءنا من الصين. اليوم الصين تحذر وتنبه شعبها الى ضروره آه شراء او تخزين الاغذيه. آه حروب تلوح بالافق. طيب ماذا يوجد وراء هذا الامر؟ انا انا كمؤمن اليوم ماذا افعل؟ يعني هذا الذي يهمني ايها الاحبه. هذه الاحداث انا اعتقد انها بدايه النهايه لاحداث نهايه العالم، لاننا اليوم ايها الاحبه انا واثق اننا نعيش احداث نهايه العالم. لان معظم العلامات الصغرى التي انبأ عنها النبي عليه الصلاه والسلام ظهرت كثره الكذب نراها اليوم باعيننا في الاعلام في الشارع في ضمن الاسره كثره الكذب كما اكد النبي عليه الصلاه والسلام من علامات الساعه كثره الفتن انظروا كم هائل من الفتن يحيط بنا كثره القتل والحروب لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل تقارب الأسواق تقارب الزمان كثير من العلامات التي عقوق الوالدين ظاهرة انتشرت بشكل كبير جدا أيها الأحبة هناك أحبتي في الله علامات كبرى يعني يجب أن نستعد لها لا ينبغي على على احدنا نحن كمؤمنين والنبي حذرنا نحن عندنا نبي كريم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حذرنا اذا رايتم كذا احذروا فالساعه قريبه. والعلامات الصغرى كما قلنا معظمها ظهرت الشذوذ الجنسي ان يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، هذا حديث ايضا بدا يظهر اليوم وينتشر. ما يسمى بزواج المثليين الصين قبل فترة جاءنا منها كورونا دمر الاقتصاد العالم شعوب بأكملها ترزح تحت خط الفقر بسبب هذا الوباء الذي يعني قرع باب كل واحد منا لم ينجو منه أحد الذي لم يصب به تأثر بتبعاته الاقتصادية اللقاح يخوفون الشعوب من موضوع اللقاح وغير ذلك ينبغي أن نعلم أيها الأحبة آية أنا قلتها وأكررها اليوم مرخص هذه الآية لا يضرك ولا ينفعك إلا الله تبارك وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم أنا أريد منكم أيها الأحبة أن تضعوا هذه الآية عنوان لحياتكم منهاجا تسيرون عليه لا تخف أخي الحبيب ولا تحزن لأن القرآن يطمئن من يؤمن بالله الله معنا ما كيف نخاف والله معنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين تخويف من المستقبل تخويف من نقص الغذاء تخويف من الحروب يعني اليوم الصين لديها يعني خطط للحروب سواء مع امريكا مع تايوان وامريكا كذلك يعني القوى العالميه تتصارع ل ل على خيرات هذه الدنيا تتصارع على نهب الشعوب باختصار يعني ولكن نحن كمسلمين لدينا كتاب عظيم ولدينا نبي كريم حذرنا وانبانا ماذا نفعل وسوف نتحدث في نهايه هذا اللقاء ايها الاحبه ماذا افعل انا كمؤمن عندما اتعرض الى هذه الضغوط النفسيه والى هذا التخويف الكبير واتعرض الى هذه الفتن من حولي ماذا افعل؟ طيب الله عز وجل يقول ويخوفونك بالذين من دونه ويخوفونك بالذين من دونه ويقول في آية أخرى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين أمر إلهي أيها الأحبة الخوف على فكرة الخوف من الآخرين يخرجك عن دائرة الإيمان هذا نص الآية الكريمة يقول لك الله عز وجل إذا كنت مؤمن ما معنى مؤمن؟ يعني تعتقد أن الله موجود قادر على أن يحميك باختصار إذا كنت مؤمن يجب ألا تخاف، طيب إذا خفت هذا دليل نقص الإيمان، عدم اكتمال الإيمان. لذلك نجد من لديهم وساوس كثيرة تجد أن لديهم خوف من المجهول، من المستقبل، من الناس وايمانهم غير مكتمل لان المؤمن لا يصيبه وسواس ولا يصيبه خوف. المهم ايها الاحبه النبي عليه الصلاه والسلام له حديث عجيب وروايات كثيره وكلها صحيح. يشير الى جهه المشرق، النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينه المدينه المنوره عندما قال هذا الحديث. واذا تاملنا خرائط جوجل فجهه المشرق لا تعني الـ الـ الاماكن القريبه قد تمتد الى الصين لان النبي عليه الصلاه والسلام عندما اشار بيده الى جهه المشرق واكد ان انه من من ها هنا يطلع قرن الشيطان وراس الكفر هناك والفتنه تخرج من هناك ويشير الى المشرق فهذا الحديث إذا أردنا أن نفهمه اليوم ونوسع فهمنا لهذا الحديث هناك تفاسير قديمة طبعا كل مفسر يقول من مكان كذا أو منطقة كذا ولكن إذا نظرنا بشكل عام النبي دقيق في كلماته أيها الأحبة لو أراد أن يحدد منطقة لحددها لو أراد أن يحدد منطقة محددة لقال الفتنة تخرج من هنا أو من هنا ولكن عندما اشار الى المشرق بيده الشريفه شمل كل هذه البلاد الهند والصين و و وما حولهما دعوني اقرا هذا الحديث العجيب عليكم ايها الاحبه الذي رواه الامام مسلم قال عليه الصلاه والسلام راس الكفر قبل المشرق روايه اخرى او حديث اخر ماذا قال عليه الصلاه والسلام الا ان الفتنه ها هنا ويشير الى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان رواه الامام احمد بسند صحيح هناك روايه ثالثه تؤكد هذا الكلام في البخاري ومسلم وغيرهما قال عليه الصلاه والسلام الفتنه منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان واشار بيده نحو المشرق مئات الروايات موجوده لدينا ايها الاحبه لا يمكن لاحد ان يشكك فيها النبي يعطينا اشاره انتبهوا خطر قادم من الشرق باختصار يعني طبعا انا لا استطيع ان اقول ان النبي عليه الصلاه والسلام يشير الى الصين او الهند او دوله معينه لا هو يحذر من خطر ياتيك من المشرق من من من, من المنطقه التي تشرق منها الشمس من الشرق يعني وبالتالي النبي سماها قرن الشيطان. <applause> قرن الشيطان ايها الاحبه نحن نعلم بالنسبه للحيوانات او الكائنات قرن الكائن او قرون الكائن هي اول ما يظهر منه تكون مرتفعه يعني اعلى من راسه. وبالتالي اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لك احذر الفتنه سوف تاتي من هنا لذلك هذا التحذير نحن نراه اليوم وأنا لا أقول طبعا إن النبي عليه الصلاة والسلام بنسبة مئة بالمئة يقصد الصين هو يقصد أي مكان من المشرق يأتيك منه فتنة يجب أن تحذر وتستعد طيب أحبتي في الله الصين تقتل كل عام 13 مليون نفس 13 مليون من الأنفس الأجنة قتل الاجنه في الصين شيء مرعب كل سنه 13 مليون جنين يموتون يجهضون خلال ال40 سنه الماضيه يعني منذ عام 1971 الى 2020 او 21 اكثر من 400 مليون نفس ازهقت أو أكثر من 460 مليون نفس يعني يصل العدد إلى نصف مليار تقريبا تصوروا أيها الأحبة الله عز وجل يقول وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت من طرق القتل لديهم أنهم يأتون بهذا الجنين من بطن أمه يضعونه في الماء حتى يختنق ويموت أو يتم حرقه أو يتم شويه وأكله، شيء غريب والله أيها الأحبه يعني يعني السلوك غريب جدا خارج الفطره البشريه والآدميه وحتى الحيوانيه. تجد أنهم يشوون الحيوانات وهي حيه ويأكلون القرود وتقريبا نصفه حي يعني شبه ميت. يأكلون أي شيء الخفافيش، الخنازير، يضعون مثلا خنزير كما هو بشحمه ولحمه يشوى ويأكلونه، يأكلون الفئران، أي شيء طريقة لا يوجد لديهم ذبح لهذه الحيوانات أو شيء رحيم يقتلونها بعنف، يعاملونها بعنف طريقة قتل الحيوانات عنيفة جدا لديهم أيها الأحبة. لذلك هذا السلوك الشاذ عن الطبيعة وعن الفطرة وعن كل ما هو يعني انساني ادى بهم لانتشار هذا الوباء كورونا حيث ضرب العالم وستخرج اوبئه اخرى وسيكون هناك حروب اخرى كل هذا يجب ان نتوقعه من قبل المشرق اول شيء يجب ان تعلم ان هناك الها عظيما قويا لا يترك الظالمين ابدا انما يؤخرهم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وهذه الايه عن كل ظالم في كل مكان وليس في الصين او في بلد معين كل ظالم الله ليس بغافل عنه انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار يجب ان نعتقد ان الله قادر على ان يحفظنا اقرا هذه الايه التي قراها سيدنا يعقوب عليه السلام عندما فقد ابنيه ماذا قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين كرر هذه الآية سبع مرات عندما تشعر بالخوف فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين لا تدع الشيطان يخوفك لأن, لأن هذه الدنيا أحبة فلا ستنتهي بالموت أقصى شيء يمكن أن يتخيله أي إنسان الموت هو نهايه الملذات ونهايه الحياه. وبدايه حياه جديده، ماذا يعني الموت؟ انه اول خطوه على طريق اللقاء مع الله سبحانه وتعالى. طيب هل نكره لقاء الله؟ يجب ان نعتقد احبتي في الله ان الموت مكتوب علينا قبل ان نولد. كما أكد النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن يكون عمرك أربعين أو اثنين وأربعين يوما يعني جنين طولك أقل من سنتيمتر في بطن أمك كتب عليك أجلك الملك يؤمر أن يكتب أربع كلمات منها الأجل يعني محدد الساعة التي ستموت فيها إذا لماذا تخاف؟ محدد بعد الموت هناك لقاء الله سبحانه وتعالى طيب هل نكره لقاء الله؟ إذا هذا الأمر يجعلنا نطمئن نهدأ آية أخرى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون شيء ثاني أيها الأحبة ينبغي أن نأخذ العبرة أن نأخذ العبرة مما نراه من حولنا يعني حالات الإجهاض وقتل هذه الأنفس في الصين عافانا الله منها الحمد لله نقول الحمد لله على نعمة الإسلام أكبر دولة من حيث عدد الانتحارات في الصين عدد المنتحرين تجد وبخاصة بين فئة الشباب يعني أعداد كبيرة جدا اقرأوا إحصائيات الأمم المتحدة فعندما نرى هذا الأمر ينبغي أن نحمد الله عز وجل الذي عافانا من شر الانتحار والاكتئاب، يعني هذا يدل على ان نسبة الاكتئاب عالية لديهم لأن الذي يقتل نفسه يكون في حالة اكتئاب حاد، لا يوجد انسان سعيد يتخلص من 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 حياته بهذه الطرق. واخيرا ايها الاحبه ينبغي ان نستعد للقاء الله تبارك وتعالى لان هذا هو المهم وهذا الذي يبقى ونحن في هذه الدنيا عبارة عن كانك تقوم بجوله مدتها ساعه فقط وستعود الى الى بلدك او الى وطنك. هي متعه، هي متاع، هي ساعه فقط كما يؤكد القران. الحياه الحقيقيه تبدا بعد الموت. لذلك ينبغي ان نستعد للقاء الله. علامات الساعه الصغرى معظمها ظهر وربما تظهر قريبا بعض علامات الساعه الكبرى. وبالتالي أنا كمؤمن ينبغي أن أضع في في دماغي أنه لن يضرني إلا الله لا يوجد لقاح يضر إلا بإذن الله واللقاح لا ينفع إلا بإذن الله وهذا الفيروس الذي يخوفون به الدنيا فيروس كورونا أيضا لا يضر ولا ينفع إلا بأمر الله وبإذن الله فإذا أراد الله أن يحمي شخصا يهيئ له أسباب الوقاية والحماية بكل بساطة هناك كثير من الناس ايها الاحبه نسبه عاليه جدا يصيبهم هذا الفيروس ولا تظهر عليهم اي اعراض لان النظام المناعي يتعرف عليه بسهوله. فاذا القضيه تحتاج الى ثقه بهذا الخالق العظيم تحتاج ان نشتاق للقاء الله عز وجل واختم بهذه الايه الكريمه التي يعني من من احب الايات الى الى قلبي والقران كله يعني عزيز على قلبي انما هذه الايه سبحان الله أنا أحب أن أختم بها أحياناً، الله تعالى يقول: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد، والجهاد هنا جهاد النفس وجهاد العلم وجهاد الدعوة، لأن هذه الآية نزلت بمكة، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم وان يحفظنا واياكم من كل شر وان يجعلنا من الواثقين بهذا الاله العظيم والمتوكلين عليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه نسال الله سبحانه وتعالى ان يكفينا اليس الله بكاف عبده هذه الايات وهذه المعاني ايها الاحبه يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يغرسها في قلوبنا وان يجعل قلوبنا مطمئنه بذكر الله الذي قال الا بذكر الله تطمئن القلوب والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم انه الحق